ايه اخبار امتحان النهارده؟ ادب ولا علمي؟ علم علوم. تمام. الامتحان كان سهل ولا صعب؟ كان بعضه صعب يعني. هو سهل بس كان الوقت يعني ايه ما فيش وقت ان نراجع. في اجازه طبعا جايه، الاجازه بتاعت العيد هتبدا تظبطوا اموركم ازاي فيها او تعملوا فيها ايه؟ لو نستريح بس من الامتحانات وان شاء الله نكون حتى ساعتين راحه مع الناس. بعد كده نرجع ان شاء الله للفيزياء نضغط فيها ثاني ان شاء الله باذن الله. تمام ان شاء الله. ابو امتحان يا شباب، علمي ولا ادبي؟ ادبي. ايه جغرافيا النهارده؟ لا تمام الجغرافيا. يعني كلمني كده على الاسئله، كانت ايه اسئله؟ محتاجين تفكير. بس الامتحان في المجمل كويس. طب طبعا اجازه العيد جايه هتبدا ترتبوا ليها ازاي و ان شاء الله؟ انا تاريخ وراح احنيك فلازم انها مشروع عنده من بكره ان شاء الله. Thank you.